يعني بظل الظروف الاقتصادية يلي الصعبة يلي عم يعيشها المواطن السوري يلي عم نعيشها كلنا، بتتجه الظروف أو الجهود كافة لإيجاد حلول إسعافية بسبيل معالجة وإيجاد حل للأزمة المعيشية، حيث ستشهد دمشق قريبا سوق للتخفيضات في مركز دمشق، وذلك ضمن فعاليات مهرجان خيراتك يا شام للتسوق وتخفيض الأسعار بمشاركة الفعاليات التجارية والصناعية. لحتى نحكي أكثر عن هالموضوع بنرحب عبر التليفون مع الأستاذ جمال شعيب، معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. صباح الخير أستاذ جمال. صباح النور، يعطيكم العافية. يسعد لي صباحك. أهلين فيكم. يسعد صباحك أستاذ جمال. اليوم خيراتك يا شام، هذا مهرجان التسوق إمتى رح تكون بدايته وكيف كانت التحضيرات له؟ هلا التوجيهات الوزارة، توجيهات السيد الوزير لاتحاد غرب التجارة أنه يقام مهرجانات تسوق لأصحاب الدخل المحدود، يعني ما بدنا نحن غير الأصحاب الدخل المحدود، يعني هي مفتوحة بس الهدف منها تقديم السلع لأصحاب الدخل المحدود. هلا مهرجان التسوق رح يصير بكافة المحافظات تباعا، وممكن هلا تبلش يعني في دمشق رح تبلش ب 23/7 لنهاية 28/7. هالمهرجان رح يكون فيه شارك فيه كافة المستوردين والمنتجين، رح يصير فيه بيع من منتج للمستهلك مباشرة، يعني حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك انقطعت، صار دغري مباشرة من منتج البيع. يعني بيصير تخفيضات بين 20 و30% أو أكثر كمان حسب المادة وحسب الحالة لكل شركة من الشركات. تمام، يعني مشاركات واسعة رح تكون وتخفيض في الأسعار من أجل يمكن معالجة الأوضاع بالأسعار الطايرة بالسوق. أستاذ جمال، خلينا نحكي نقطة، رح تكون هي الخطوة هي بشكل دائم ومتكرر ورح تشمل محافظات سورية غير دمشق؟ هلا أنا حكيت إنه الخطوة هي لكافة المحافظات مو بس دمشق. هلا يعني في مهرجانات رح تصير بدمشق، في بالريف دمشق، بحمص، باللاذقية، بحلب، بحماة، كلها هالغرف عم تجهز امورها مشان تصير مهرجانات. هلا ممكن المهرجان يصير بموقع معين يكون المنتجين موجودين، ممكن ضمن محلات تجارية بالاسواق يكون يشارك معنا بهالمهرجان عن طريق غرفة التجارة، وبده يحط على عنده بالمحل انه مشارك بالمهرجان التسوق. سيعلن عنه يعني مشان العالم ما تعرف انه عندي انه هو المشارك. اي ما تومين رح يشارك. تمام سيد جمال، إلى أي حد رح تكون نسب التخفيض؟ هل هي رح تكون وافية أو يعني على الأقل تشيل هالعبء الكبير يلي عم يصير على المواطنين من هاي الأسعار يلي صارت صعبة كتير الواحد عن جد يشتري كل أغراضه؟ هلا نحن النسب ما حددناها، بس هي أكيد رح تصير يعني نسب نسب، لأنه يعني أنا لغيت حلقات الوساطة بين المنتج وبائع المفرق أو والمستهلك. هل رح يصير بين 20 و30%؟ ونحن مفتوحة، واللي يحب يساوي تخفيض 50% ما عندنا أي مشكلة، المهم يكون المادة هي موجودة نوعية جيدة وسعرها مناسب ومخفض اسعاره. نعم نعم. استاذ جمال، خلينا نحكي رح نشوف في مشاركات لجهات خاصه او لتجار خاصين ولا لا رح تكون كلها بالعموم؟ رح يصير للشركات اللي بدها تشارك معنا مفتوحه. مفتوحه يعني فيه القطاع الخاص مسموح يعني يشارك معنا، بس هو بده يكون منتجه جيد، يعني اهم شيء المنتج والنوعيه والجيده والسعر. تمام، خلينا نعرف شوية حتى يعني السورية التجارة حتشارك، مؤسسة السورية التجارة حتشارك بكافة المهرجانات. تمام، الشغلات يلي رح تكون موجودة، هل هي المهرجان التسوق رح يكون مهرجان للأشياء للبيت أو رح يشمل أكثر من شغلة، ثياب، احتياجات منزلية وغيرها من هذا المواضيع؟ هلا هو الغذائية التركيز، منظفات ألبسة خاصة موضوع العيد، يعني مثل زمات العيد وثياب الاطفال يمكن. طبعا هلا على العيد عن جد خدمات العيد هي تشملها كافه من ثياب الاطفال والمواد الغذائيه واي شيء بتتعلق فيه بالاسره، وخاصه المواد الاساسيه اللي احنا مركزين عليها والشيء اللي بيحتاجه الالبسه ولا الالبسه الاطفال بالموجود مهرجانات، يعني المواطن بده يفوت لجوا يلاقي كل شيء متاح له.
تمام. خلينا بالختام استاذ جمال نحكي ونطمن كل المشاهدين عن الاسعار، رح يكون في تخفيضات منيحه، يعني في نسب متفاوته بين السوق وبين المهرجان؟ طبعا احنا التوجيهات ان يكون الاسعار ممكن اقل من السوق، اقل شيء بين 20 و30%، وممكن يصير 50%. اللي بده المنتج يعرض بضاعته بده يكون اسعاره اقل من اسعار السوق بكثير، يعني المواطن بده يفوت فيها يتسوق سلعته بلاقيها اقل من اسعار السوق، ودوريات التجاره الداخليه حتكون متواجده عشان نشوف نقارن بين اسعارهم واسعار السوق. تمام تمام استاذ جمال، يعني نحن بدنا نتمنى انه الكل هيك يشارك بالمهرجان والناس كلها تتوجه، ولكن ضمن كمان الاحتياطات الاحترازيه مشان الكورونا اكيد. طبعا نتمنى طبعا هي بتاخذ بعين الاعتبار. اكيد موفقين بهي الخطوه، وان شاء الله بنشوفها بكل المحافظات السوريه وبشكل دائم، وتنخفض الاسعار ويترحرحوا الناس اكثر. شكرا كثير لك استاذ جمال.